ثانيا ان اليوم الوطني وخروج الصغير والكبير، واليوم اللي شاهد الشارع عندما اتيت من المنزل الى القناه وانا بالسياره اشاهد الشيخ الكبير مع اطفاله ويخرج مع المجتمع، هذا دليل على كذلك على النمط المعيشي في المملكه العربيه السعوديه والفكر الاجتماعي. دائما انا اتحدث عن الدوله، عندما اتحدث عن دوله هي ثلاثه محاور مهمه جدا، هي مركز قياده واقتصاد وثقافه شعب. اذا توفرت في اي دوله انت تجزم ان هذه دوله حضاريه ودوله متقدمه ودوله لديها. فالمملكه العربيه السعوديه بهذا المنطلقات لديها قوه قرار حكيم، وكذلك اقتصاد، وكذلك ثقافة شعب. وعندما نشاهد الشارع اليوم كل يحتفل وكل يفرح وكل يشارك أخاه، هنا تدل على الثقافة. لذلك المشروع الأول الذي بناه الملك عبد العزيز هذا ثماره وهذا نمطه. عندما تحدث سيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن أن الشعب السعودي لديه همة كما همة جبل طويق، هي استمدت همته واستمد الشعب من همة الملك عبد العزيز عندما غادر من الكويت حتى يستعيد ملك أباه وأجداده، ثم انطلق في توحيد 32 سنة حتى استعاده. فالشعب استلهم من قائده هالهمة الكبيرة جدا. فعندما نراه اليوم يحتفلون الشعب السعودي وهو ينطلق، والمواطنين وبكبارا وصغارا وأطفالا ونساء ورجالا، هذا تتكلم عن ثقافة شعبية كاملة تجسدت بروح هذا اليوم وحب هذا اليوم واحتفالا بهذا اليوم من الشتاء.